Families are being torn apart. What's clear now is that humanitarian aid to Gaza must be allowed immediately. The people there are in terrible conditions. The scenes at the hospital last night were horrifying. The people of Gaza need food, water, and medical supplies urgently. I'm calling on the world leaders to come together to prevent the further slaughter of innocent souls. Humanity must prevail. ليس من السهل ابدا الادلاء بتسريحات في مثل هذه الاوقات العصيبه شهدنا في الايام السابقه عنف شديد ووحشيه غاشمه تدمي القلوب لا يمكن تحمل وتيره العنف المتصاعده منذ اسابيع جميع الارواح مقدسه ويجب توفير سبل الحمايه لها يجب ان تتوقف المجازر فالعائلات تتقطع اواصرها يجب السماح بتقديم الدعم الانساني لغزه فورا يمر سكان غزه باوضاع مزريه بالامس شاهدنا مشاهد مروعه في المستقبل يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورا وناشد جميع قادة العالم التكاتف مع لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء والإنسانية والإنسانية يجب أن تسود هذا كلام محمد صلاح اللي فشتر الأولاني نتاعو تقريبا نحكي على العنف عموما وعوم القضية وفما سكان غزة حاولوا نعاونوهم بالماكله نبعثوا لهم الاعلانات لو كونتوني <applause> وحتى المظهر كيفاش خرج عالمياً احساس وانه ربما مخطوف. مخطوف عديم الاحساس وكانه مجبر ان يقول مم. الكلام صفر تفاعل صفر احساس صفر مشاعر يوصلهم للعباد اللي توجه بالكلام نبدا بك يا رفيق سياري. في الحروبات هذا لازم كما قال اذا الحياد هو خيان هو حكي اون جينيرال حاس على البلاد اللي ما تسماش وكم كوا حاس على فلسطين وبعد في الاخر جبد غزه الموقف المشرف اللي عمله بنزام اللي عملته اون جاب اللي عمله الحفناوي يطلع يزمو يقول يقول انا مع غزه انا مع اطفال غزه انا مع فلسطين انا ضد الكيان الصهيوني هو تقول شدد علينا عجبتني البارح تصويره عملوها توانسة قالك تقول شدينا عليه سلاح وحاصلينه في بيت ظلام ولازم يتكلم موقف مخجل وبربي العاد فخر العرب سميوه نكبه العرب بنزيما عمل موقف طياره برشا برشا عنا عرب عملوا مواقف طياره هو ماهوش فخر العرب مع العلم انه هذا تصور مع البارود هي النكسه صارت له من اللي تصور مع البارود هو وقتها بدا يدخل لعالم العماله معناها باع الخذية والله مع يا تصور مع البارود هو وين عرضك بارودي؟ والله تقابلنا في في مقر الجامعه العربيه بالحق بالحق بربي في دبي في دبي في دبي اي تعشينا مع بعض محمد صلاح فخر الجامعه العربيه مش فخر العرب هو كان ما خرجش رفيق خير معناتها كان على الاقل يقعد ما بين البينين رايه محايد مش محايد ما كان يبي انسان عادي يحكي على قضيه عاديه ما كان مش آه كما قلت انت فخر العرب اللي نستناو في رده فعل اللي تكون يا معايا يا ضد اليوم لكن لا كان لا معاه لا ضد وكان يبي واحد يعمل يعني في تيراده معناتها يقول ردوا بالكم وكان الناس جعانين واعطيهم الماكله وسط. انا كنت خير كان ما أتكلم خير بالحكايه تصويرة محمد صلاح <applause> ولا <بلد>. ماذا تنتظرون؟ <applause> من اه فخر العرب متصور مع محمود البارود منذر من الحاج <applause> كان كان تو فهمت علاش تحطم فخر العرب متصور مع محمود لا وعملنا عشيه والله كان مثمر العشيه يعني نشوفوا في الثمار نزلت باقي نحكي على محمد أه سلاح بالنسبة لي ما قام به غباء كبير جدا لأنه أهم حاجة للناس اللي أه الناس المعروفة هي حب الناس صحيح خاصة كي دخلت الباليئ اللي أنت ماديا حميت نفسك فكرة. على خمس 500 سنه قدام لو ربي يعطيك العمر انت يعني. واولادك واولاد اولادك انك تحط هذا في الميزان م. وتحط حب الناس وتختار ترسكي بحب الناس انت اليوم فقدت كل حب الناس واحترام كل الناس ليك واحترام كل العرب ليك كان سرحا فهو هذا العنوان اللي ينطبق على محمد صلاح وي المحايد خذل الحق ولم ينصر الباطل هذا كلام قالوا سيدنا علي والبارح برشا حتى بارتاجيو على مواقع التواصل الاجتماعي يعني سكت دهرا ونطق كفرا كان سكت خير يعني الطريقه اللي يتكلم بها والطريقه اللي حكى بها على القضيه مش في قيمه الشعب الفلسطيني ومش في قيمه الشهداء اللي اليوم دمائهم على الاراضي الفلسطينيه انت عربي واذا الناس لامت عليك وإذا ما خرجتش على الأقل وتكلمت كلام كلام الحق دافع على الشعب الفلسطيني تدافع على الشعب اللي قاعد اليوم يحارب على خاطر أرضه نعرف فما ثمن باش يدفعوا ولكن أنت تخرج بطل في عينين الناس وفي عينين العرب وفي عينين الفلسطينيين من سخرية القدر أنه هو خرج معنا في النهار اللي خرج فيه باسم يوسف واللي شفنا الهبة مم. الجماعية الناس كيفاش تشكر في ابن بلاده وولد بلاده يعني فرق شاسع وكبير بين محمد صلاح وبين باسم يوسف اللي دافع على القضية تفهم ما قام بيه حاتم تلقى له منطق هالجبل هذا الخوف البارح نيس هالذلة اللي شفناها في كلام محمد صلاح وكيفاش يحكي وكيفاش ال... آه... انت ساعه برك عليك كيفاش ترجمت اللونجلي نتاعو خاطر بدل يفهموه ستوب ستوب ذا وور عندهم كلبي هذيك في اوزر البارح فما اللاعب سلال في نيس تم ايقافه خاطر هاب تصويرة العلم في البوست دوك جو كرو اللي صالح في النيفو نتاعو معناها في برشا فلوس وليفربول في انجلترا ماهوش في بلاد اخرى ملوه آه عليه معناها زاد قرا كومونيكي والكومونيكي كمالك جوست الكومونيكي ديزافوكات كتبوه معناها هذاك خاطر تلز وخاطر هو اللي ماج نتاعو زاده قاعد يخسر في لي فولورز وكل شيء اما هو من داخل من داخل جو بونس با باش يعطي موقف بس <applause> اي هو فرض فرضته الضغوطات في العالم العربي راه نتفرج في في مصر في <applause> القنوات اللبنانيه كل كل ما يحكيو على حتى المشاهير لو ديبا يتعمل على محمد صلاح <applause> القروح روحه مجبر انه يخرج خاصه بعد الكارثه نتاع مستشفى المعمداني في غزه ولكن الطريقه الصوره لو كونتوني كل شيء كل شيء كل شيء كان خارج أوه. الموضوع سر. بالحق كان صار محمد صلاح وخسر تعاطف أوه. كل العرب باش تقعد لك مليارات وباش تقعد فلوس اللي كنت نجم تاخذها مايور لو ترددتك ليفربول هذايا لو ترددتك ليفربول ولكن اخترت الوهم السراب على حاجات كانت دخلك للتاريخ يا رفيق قالها المتنبي تعب كل الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازديادي مع حاجة غريبة يس بربي يا سي شو اسمه هذا جوار هذا محمد, صلاح محمد صلاح والله محمد والصلاح وين الصلاح يا خويا؟ ها اذا مش صلاح أنت سامحني معناتها حاجه كيف النكية يا اخي توا انت معناها شو تحب بعد الفلوس هذه فما فلوس اخرى؟ تي شنو هذا؟ تي شنو هذا؟ يزي ستوب كي عندي ربع ميزانيتك انت راني توا ما عندوش خرجت لهم. في عروض في المواقف هذيا والله. ولا, ولا ما يهمنيش سامحني أراه ارشي بيليار <applause> فلوس حاجه ما خياليه. شنو هذا كله تما هذا في الدنيا. 47 دقيقه نحكي.